الصحفي الأستاذ زكي السعداني مدير تحرير جريدة الوفد. مساء الخير أستاذ زكي. مساء الخير يا دكتورة عزة، كل عام حضرتك طيبة، وبهني جميع أبنائنا الناجحين في الثانوية العامة من خلال حضرتك. أنا دايما بهني الناجحين أستاذ زكي، ودايما بقول كلمة للي حظهم ما جاش معاهم السنة دي، بقول لهم هم كلمة والأولياء الأمور كلمة. أحب أسمع من حضرتك تقول إيه للي حظه ما كانش حلو السنة دي وهيعيد الثانوية العامة. أنا بقول له هارد لك، وإن شاء الله تتعوض، ويكون شايل هورك ربنا أحسن خير، هتفعل بس الجدع واعمل اللي عليك، وربنا شايل لك الأحسن، وإن شاء الله تجيب مجموعة. إن شاء الله تجيب مجموعة أحسن، بس يعني أهم حاجة أنت أو أنت من خلالك، أنت اللي في إيديكي إنك تجيب مجموعة أحسن ومجموعة أوفر، والعلم حضرتك يعني لو هو كده لما يدخل دور تاني بيبقى نصيبه أقل من اللي بيعيد السنة، يعني هو لو بيعيد السنة بياخد الدرجات كاملة، أما اللي بيدخل دور تاني ده فهو ضايع، يعني بياخد 50% من الدرجة وبكون درجته ومجموعه ضعيف، فأنا بتهيألي فرصته بتكون أفضل، بس هو يتجدع ويعمل اللي عليه إن شاء الله ويوفق بإذن الله. ورغم إنه الكلام مهم للطالب، لكن أنا بتصور إنه الكلام أهم لأولياء الأمور، لأنه ورا كل نتيجة بتطلع، ولغاية امبارح والنهاردة الصبح بقرأ إنه في للأسف الشديد يا دكتورة عزة عشان سبتوا الثانوية العامة حاولوا الانتحار وحاولوا ليه؟ للأسف الشديد إحنا مجتمع عاطفي جدا، ومجتمع أنت بتسيري من خلال برنامجك حاجة مهمة جدا، وهي الانصياق ورا المزورين ورا النصابين ورا، أنا مش عارف هل الحال وصل بينا إن إحنا نصدق نصاب أو نصدق واحد بيحتال عشان ينصب عشان ياخد فلوس من أولياء الأمور، هل وصل بنا الحال لهذه الدرجة إن إحنا نصدق نصابين ونتجاهل وزارة التربية والتعليم اللي هي بتقول إن أنا بعمل يا دكتورة عزة النتيجة بتصحح من خلال أجهزة سيادية، يعني معنى اختراق نتيجة الثانوية العامة يعني الدولة مخترقة، يعني الدولة ما فيهاش سيادة، ده حاجة يعني ما حدش يصدقها دي، إن أنا أنصاف وراء هؤلاء النصابين وأصدق هؤلاء النصابين وراح أدفع فلوس للنصابين عشان يقول لي تعال خد نتيجة وارفع درجتك، مين قال كده؟ ده الراجل عمال بوحى صوته إن أنا بعمل شهادات مؤمنة، شهادات ضد التزوير، ضد أي حاجة تسوء للثانوية العامة، مفيش فايدة. كل الناس بتنساق ورا الشائعات ورا السوشيال ميديا، كل واحد بيقول لك انا مصدق انا مش عارف النتيجه مزوره نتيجه مش... يا دكتوره عزه الكلام ده الو يا دكتوره عزه اي فندم الناس لسه في ناس سؤالي لسه في ناس بتصدق النصب ده للاسف الشديد للاسف الشديد، لأن الاحتياج بيكون على ما هي مرحلة هامة ومرحلة حرجة في حياة أي طالب، لأن الاحتياج بيكون ربع درجة بيغير مصير أي طالب، واحد من عشرة بيغير مصير طالب، يعني بدل ما يروح طب يروح صيدلة يروح مش عارف إيه، فواحد فهو في احتياج، يعني واحد غريق ويعني بتصلب على أشياء زي ما بقوله، فهي دي يعني دي من أهمية المرحلة وأهميتها عندنا، وإحنا يعني مدينا أهمية أكثر من اللازم، الناس بتتصلب على أشياء زي ما بقوله، فللأسف الشديد بيصدقوا نصابين وبيصدقوا دجالين، وأنا مش قادر يعني أنا شايف المنظر قدامي مشهد نسبة التصديق للنصابين أكتر في المحافظات الكبرى أم في محافظات معينة؟ ده للأسف يعني الشديد بقى في المحافظات الكبرى أكثر من الأقاليم والحاجات دي، المفروض إن هي بتوع يعني الأقاليم. أنا أقول لحضرتك حاجة، بتوع الأقاليم الحمد لله اللي أنا بشوفه وبعرفه، وأنا إقليمي وأنا من ريف يعني الأولاد بيعرفوا نتيجتهم ويكتفوا بهذا، يروحوا يقدموا امتحان ويكتفوا بهذا، ما بينسقوش وراء شائعات أو وراء سوشيال ميديا أو وراء أي نصب أو وراء أي احتيال، ما بينسقوش وراء دي، للأسف الشديد اللي بيحدث ده بيحدث في المدن الكبرى، واللي بتصدقوا عائلات كبيرة برضه وعائلات لا يعني ما مش معقول.
طب بمناسبة بقى العائلات الكبيرة، ايه اللي حاصل في يعني وصلوا لفين للسوشيال ميديا؟ طبعا زي ما حضرتك عارف بقى لها يومين بتتكلم على وقعتين، الاولى هو الوزارة يعني قايمة، الوزارة قايمة الدور كويس جدا، والدكتور طارق شوقي صحيح ما تواناش يعني عن الموضوع بصراحة، يعني في كان وكان في شفافية وكان في وضوح للرأي العام ان في كذا وفي كذا، يعني الراجل لا يتسطر، لا تسطر على فساد ولا تسطر على عائلات كبيره، والتحقيقات ما زالت جاريه في الوزاره وكل حاجه هتبان. يعني هو الراجل بكل شفافيه وضح للراي العام وقال للراي العام اللي عندنا كذا كذا كذا، ما استناش حد يقول او يدعي، والراجل اي حاله بتظهر بيقول لهم اهلا وسهلا بكم في الوزاره، تعالوا اطلعوا وتعالوا شوفوا، يعني ما فيش اكتر من كده شفافيه. الناس عايزه ايه تاني؟ انا مش ضد الناس، انا مع الناس، يعني انا اعذرهم لانهم في احتياج وفي ان دي المرحله صعبه في حياتهم واولياء، وعايزين يكون اولادهم في احسن مكانه وفي احسن درجه، بس ما ننصحش برضه لهذا الهزل. تحقيقات وصلت لفين استاذ زكي؟ استاذ زكي تحقيقات وصلت لفين فيما يتعلق بابناء العائلات الكبرى؟ يا سيدة اللي ده بياخد وقت، لان بيجيبوا الاوراق الكنترولات كلها وبيعاد تصحيحها وبيعاد مراجعتها بتوع الفصلين اللي اتقال عليهم دول في محافظة اعتقد سوهاج باين، ولا كان في كل ده بتراجع ده في النيابة كمان، مش هيتحقق على مستوى الوزارة، في النيابة عامة، يعني التحقيقات في النيابة. ده جريمة، ده جريمة من جرائم الثانوية العامة، ده تعتبر من جرائم الثانوية العامة. أيوة. التزوير والغش والحاجات دي جريمه من جرائم الثانويه العامه. حضرتك بخبرتك تتوقع انه بالفعل كان في غش لهذه الدرجه في اللجنتين دول؟ ما هو ده اللي هتكشفه التحقيقات، انا ما اقدرش اكذب، يعني ما اقدرش اكذب ان في حاجات وصلت للوزاره وفي حاجات بتحقق فيها، والنتيجه كان سبب تاخيرها هو تعديل هو عمليه الغش وعمليه مراجعه اوراق الغشاشين، وما فيش واحد غشاش اعلنت نتيجته. يعني ما فيش غشاش اعلنت نتيجته لانها تحت المراجعه، هتفضل النتائج بتاعتهم محجوبه لغايه انتهاء التحقيقات، لحين انتهاء التحقيقات وبيان احقيته في انه ينجح، ان هو له حق في النجاح، مالوش حق في النجاح مش هينجح. نعم. وهيطبق عليه عقوبه قانون الغش، يا اما بالحبس يا اما الغرامه. احنا ندخل في الاهم واللي بينتظر الطلبه، الغرامات والحبس مدادها محدده في القانون؟ طبعا كل حاجه موضحه في القانون. ده غرامات عاليه جدا، بتصل لكام تقريبا؟ الغرامات بتصل لالاف من الجنيهات، والحبس بيصل لكام سنه، كذا سنه. واخد بال حضرتك؟ يعني بكره هتبقى استمارات النجاح في ايد الطلبه المؤمنه؟ هي النهارده المفروض راحت المديريات، والمديريات هتسلمها للمدارس غدا ان شاء الله، وده ما بيعوقش الطلبه. انا عايز اقول حاجه من خلالك، ان ده ما بيعوقش الطالب حاجه في التسجيل من خلال عن طريق مكتب التنسيق، ويستطيع الطالب ان هو يدخل اي معمل من معامل التنسيق ويسجل الرغبات بتاعته، 75 رغبه يدونها في الطالب الاختيار، ومن خلال والاستماره دي بيحتاجها الطالب عندما بيجي يعمل ملف القبول بالجامعه بعد اظهار نتيجته او الحصول على الطالب. طيب استاذ زكي، الواقعه الثانيه متعلقه بالطالبه اللي حصلت على 12%، وموقفها ايه؟ يعني انا احترمت جدا الوزاره لما قالت تعالي احضري اعاده التصحيح او شوفي نتيجتك عامله ايه. ما هو ده موقفها اخر هو ده لما الوزاره تقول لها تستدعيها، تقول لها تعالي اطلع على ورقك. في مصادر بتقول انها، انا ما بدافعش عن الوزاره يا دكتور عزه، الوزاره لما الوزير يستدعيها ويقول لها يا بنتي تعالي اطلع على اوراقك في الوزاره واوراقك شوفيها واطلع على في مصادر يا استاذ زكي بتقول ان فعلا البنت لقت انه لما راحت وتابعت لقت بالفعل ان نتيجتها 12%، هل الكلام ده صحيح؟ وحصل افندم، ونتيجتها قبل كده انا برضه بالنسبه للبنت، يعني كان الله في عونها ان هي بنتنا وكل حاجه، بس يعني نخلينا واقعيين، يعني ما نقولش كلام ندعي، يعني فعلا طلعت زي نتيجتها ما طلعت 12%، ده حصلت 0% يا دكتور عزه قبل كده، وبرضه ادعوا ان النتيجه غلط، يعني في كذا 0% في المحافظه المنيا برضه، خد بال حضرتك.
يعني نعم. في طالبة صفر خدت 0% وفي نعم. طالبة قبلها 0% نعم. يعني الحالة دي مع كل نتيجة ثانوية العامة بتظهر هذه الحالات. تمام. أنا بعتبرها تبرير للرسوف، تبرير لل الله أعلم. تمام. بس بشكرك. هي الحالات دي دايما مع نتيجة أي ثانوية عامة بتحصل. بشكرك أستاذ زكي السعداني، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.